القوات المسلحة العراقية نكون أينما حل الخطر. القوات المسلحة العراقية درع العراق الحصين. 98.0 FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية صوت حماة الوطن من قيادة العمليات المشتركة، وأيضا عبر البث المباشر في صفحة الإذاعة على الفيسبوك. حلقة جديدة من برنامج السلامة أولا. مواضيع وأخبار جديدة تقارير أكيد رح نتناولها بحلقتنا لهذا اليوم. نذكركم بهاتف البرنامج المجاني 176 على الأسيسيل وزين وكورك. أي سؤال أي استفسار اتصلوا بنا وحياكم الله. بداية اليوم رح يكون محور حلقتنا عن موقع عن قاطع الكاظمية وعن خطة الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أكيد اليوم ويانا نرحب بسيادة العميد كاظم جواد حلو الخزعلي آمر قاطع الكاظمية. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك مقدم سجا، وإلي الشرف اليوم بإذاعة صوت القوات المسلحة صوت حماة الوطن، وإن شاء الله نقدم اللي الله يقدرنا عليه إن شاء الله هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك سيدي وحياك الله ويانا ونورتنا. سيدي بداية أريد نعرف شنو هي واجبات ومهام قاطع مرور الكاظمية. بالبداية قاطع مرور الكاظمية هو أحد قواطع مديرية مرور بغداد الكرخ، وما تختلف مهامه عن باقي قواطع في مديرية المرور العامة، لكن قاطع مرور الكاظمية ذات أهمية سياسية اقتصادية تجارية بما تحمله مدينة الكاظمية المقدسة من قدسية لوجود مرقدي الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام والإمام محمد الجواد. قاطع مرور الكاظمية حقيقة إذا أسرد لك الموضوع من قواطع مديرية مرور بغداد الكرخ اللي تأسس سنة 1991 هذا القاطع، وقبل ذلك اللي أحكي لك الرقعة الجغرافية قبل ذلك لا، قاطع مرور الكاظمية من سنة 81 هو قاطع مرور الكاظمية، لكن قاطع مرور الكاظمية مثل ما تفضل الجناب الكريم له أهمية سياسية واقتصادية وتجارية بما تحمله من هذه المدينة من القدسية. قاطع مرور الكاظمية يتألف من عدة محاور. يبدأ قاطع مرور الكاظمية من الجسر الدوار مرورا بساحة جدة، مرورا باتجاه ساحة عدن وصنعاء، باتجاه جسر ابن حيان ومنطقة المدينة المقدسة القديمة، باتجاه جسر الأئمة وباتجاه العطافية وجسر 14 رمضان. يعني مناطق كثيرة يغطيها القاطع. نعم، بالإضافة إلى منطقة الحرية أيضا علينا، وبالآونة الأخيرة كانت الشعلة أيضا ضمن محور قاطع الكاظمية. أوعد السيد وزير الداخلية المحترم بأنه ينفتح قاطع جديد، قاطع مرور الشعلة، لتخفيف العبء على قاطع مرور الكاظمية ولاتساع الرقعة الجغرافية لمنطقة الشعلة والمناطق المجاورة. فمشكور السيد معالي وزير الداخلية المحترم اللي أزاح العبء عن قاطع مرور الكاظمية وأيضا وفر خدمات أكثر لقاطع مرور الشعلة. نعم سيدي. سيدي يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه هناك مناطق كثيرة هي تابعة لقاطع الكاظمية، شنو هي الأعمال ضمن قاطع الكاظمية، مناطق الأعمال والتوسعة اللي تصير، شنو هي المناطق يعني مناطق الأعمال تحديدا داخل قاطع الكاظمية اللي تابعة لها؟ صحيح، بالآونة الأخيرة الجهد الهندسي باشر توجيه تنفيذ التوجيهات سيد معالي رئيس الوزراء المحترم. حقيقة بهذه الخطة الأعمار انشملت مدينة الكاظمية ببناء جسر العملاق يربط ساحة عدن صنعاء باتجاه منطقة ابن حيان
الشارقية، وأيضا من صنعاء وعدن باتجاه منطقة الحرية. أيضا هذا الجسر راح يربط العطيفية اللي يصير قادم من عدن باتجاه العطيفية. أيضا يربط هذا الجسر منطقة النواب، شارع النواب اللي خارج من المدينة المقدسة باتجاه عدن وصنعاء. حقيقة إن شاء الله يعني هسه الجهد وصل أكثر من 50%، المدة المحددة إن شاء الله يعني باقي لها أقل من 10 أشهر. الأعمال ماشية على قدم وساق، ونتأمل خير إن شاء الله بهذا الجسر اللي حقيقة يعني طالما انتظرته أهالي الكاظمية والحرية والمناطق المجاورة اللي مضى عليه أكثر من 60 70 سنة، إنه كانت العالم الداعي، والحمد لله والشكر إنه شفناه بعهدنا وبعهد هذه الحكومة. الحمد لله. ايش قد ممكن انه راح يقلل من الاختناقات المرورية؟ لا، إذا بالنسبة لتقليل الاختناقات المرورية، أنا أقول إيش راح يقلل أكثر من 70% من الاختناقات المرورية بالسير القادم من ساحة جدة باتجاه ممالك الأشتر باتجاه عدن وصنعاء. نعم. قلت انه السقف الزمني اللي منطيته الشركة المنفذة شو وقت راح ينتهي؟ شو وقت ممكن نستلم المشروع ونشوفه على أرض الواقع؟ وإن شاء الله المشروع يعني ساري على قدم وساق، نعم يعني المدة إنه شهر 10 نستلم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يعني نتأمل خير إنه قبلها إن شاء الله. إن شاء الله. زين. الكثير من الأهالي دي يشكون بسبب هو وجود الأعمال، وسبب إنه هناك يعني دائما دا يصير المسار كعنق زجاجة، تجي 4 مسارات ويتحول إلى مسار واحد، وده يصير يعني زخم أكثر وازدحامات أكثر داخل منطقة الكاظمية المقدسة. الطرق البديلة اللي حضرتك ممكن أنه تنطيها اليوم للمستمع الكريم أو المشاهد حتى يعرف أنه شنو الطريق البديل اللي ممكن أنه يسلكه حتى لا يدخل بازدحامات؟ مقدم سجن، لا يخفي عليك وعلى المستمع والمشاهد الكريم أنه هاي تركة ثقيلة، تركة نعم. ثقيلة من الإهمال وعدم عدم توفير خدمات المجتمع العراقي للحكومات السابقه قبل 2003. احنا اليوم 2024، الحركه تطورت، السكان كثرت، حركه المركبات بازدياد. صحيح هذه الاعمال شكلت عبء بنسبه 70% على المواطن الكريم، لكن يتحملنا المواطن في سبيل انه المستقبل والغد يكون اجمل. الطرق البديله احنا وفرنا طريقين، اللي هو طريق مدخل الصحة ومدخل الدباش باتجاه منطقة الحرية. صحيح أثرنا على مدينة الحرية، لكن فتحنا استدارات باتجاه خدمات الأسطى مرورا بالشارع الموازي بسكة القطار باتجاه أبي الحيان. هذا جانب. الجانب الآخر عندنا جسر الدباش، أيضا صار علينا عبء من جسر الدباش باتجاه منطقة الصنايع باتجاه الكاظمية المقدسة، وتخرج هذه المناطق باتجاه عبد المحسن وجسر الأئمة. حقيقة يعني صحيح ما يخفي لا عليك ولا على المستمع الكريم ولا على المواطن الكريم اللي يعيش هاي المعاناة يوميا، لأنه شوارع مهمة رئيسية، لكن نرجو أنه الشركة تكون إن شاء الله يعني مثل ما وعدونا شهر 10 نطولنا الجسر، وراح هذا العبء وهذا الهم اللي علينا وعلى المواطن راح ينزاح إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. راح ناخذ فاصل ونرجع بعدها.
سيادة العميد كاظم جواد حلو الخزعلي آمر قاطع الكاظمية، نرحب بك مرة ثانية. سيدي، زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وإحياء ذكرى استشهاده راح تكون بعد تقريبا 10 أيام. نريد نعرف خطة الزيارة واستعدادات منطقة الكاظمية المقدسة بهذه الذكرى، لإحياء ذكرى الاستشهاد. حقيقة مقدم سجى أنه الاستعدادات الحمد لله والشكر على قدم وساق بأمر السيد مدير ومعالي وزير الداخلية المحترم والسيد مدير المرور العام المحترم والسيد واحد كرخ اللواء صباح. حقيقة أنه إحنا صار لنا أكثر من 10 أيام، أيضا السيد قائد فرقة قوى المسكلر قعدنا أكثر من 3 مؤتمرات 4 لوضع خطة استراتيجية لاحتواء حركة الزائرين السابلة والمركبات. فإحنا وضعنا خطة بالنسبة لنا للحركة بالنسبة للطرق اللي حتى مواطننا الكريم يكون على دراية. طريق الزائرين من ساحة جدة باتجاه ساحة مالك الأشتر إلى ساحة عدن ذهاب وياب، هذا راح يكون مقطوع تماما بالأيام القريبة. راح نذكر هسه بداية الطرق المغلقة. الطرق المغلقة، نعم، اللي راح تنغلق، اللي إنه راح يصير على تماس مع المواطن. نعم، لأنه إحنا التعليمات اللي عندنا حماية للمواطن وحتى لا تصير اختلاط بحركة المركبات والراجلة. ارتأت مديرية المرور العامة انه الطرق الزائرين من ساحة جدة باتجاه ساحة مالك الأشتر الى ساحة عدن ذهاب وياب هذا راح يكون قطع. نعم، هذه راح تكون حركة زائرين. طريق ثاني هو طريق من جسر الأئمة من الإمام الأعظم باتجاه الكاظمية المقدسة قطع تام. نعم، هذا كل سنة. طريق الزائري من ساحة عبد المحسن باتجاه المرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام غلق تام. نعم، طريق الزائري من الدباش باتجاه الكاظمية المقدسة يكون الغلق تام ذهاب وإياب. طريق الزائري من بوابة سيطرة جدة إلى شارع المحيط غلق تام. سيطرة الوزراء يكون مفتوح للمركبات فقط، اللي سيطرة الوزراء يكون مفتوح للمركبات فقط، هذه سيطرة الوزراء اللي تكون قريبة على البوابة. نعم، على البوابة دخولا إلى منطقة طيب. سيطرة الزنجيل اللي من جسر المثنى، نعم، سيطرة الزنجيل اللي قريب جسر المثنى يكون مفتوح لمركبات نقل الركاب، راح تدخل هاي المركبات من جسر المثنى. نعم، سيطرة الزنجيل اتجاه منطقة طيب، راح تدخل هذه المركبات تصل إلى المحيط الأول. عندنا نقاط سيطرة نقاط الركاب، بالنسبة اللي دا يسأل المواطن الكريم يقول نقاط الركاب اللي ممكن إنه تتوفر لنا، عندنا نقطة نقطة الكاظم المحيط الأول اللي هي التقاطع المستشفى الكاظمية اللي قريب على السيطرة. نعم، عندنا النقطة الثانية ساحة صنعاء. ساحة صنعاء إنه صحيح هي بها أعمال لكنه تم التنسيق ويا الشركة المصممة إنه يفتحون الشارع ويفتحون إياه حتى ضرب مادة السبس لإدخال المركبات النقل الجماعي وبالأخص المركبات الكبيرة. نعم، بس حضرتك ذكرت انه ساحه جده الى ساحه صنعاء وعدن راح تكون مغلقه. مغلقه لان هاي بالنسبه لصنعاء خروج الزائرين من شارع النواب، نعم، باتجاه عدن وصنعاء اللي هي مسافه 200 متر بالنسبه لعدن وصنعاء راح تكون منطقه اركاب. اركاب فقط. اركاب. عندنا نادي التاجي. نعم، نادي التاجي ايضا راح يكون نقطه اركاب. نعم، جراج تقاطع الصدرين. ايضا عندنا تقاطع السطرين اللي ضمن منطقه الشعله، هذا راح يكون ايضا نقطه اركاب. عندنا سريع الشعله مقابل جامع ام القراء مدخل شارع 30 مفتوح للمركبات فقط نقل الركاب. اكرر، سريع الشعله مقابل جامع ام القراء مدخل شارع 30 مفتوح للمركبات فقط. مركبات نقل الركاب فقط. نعم، نعم. يكون الطريق من الجسر الدوار باتجاه السريع سالك للمركبات وبالعكس يكون مغلق باتجاه البوابة. يعني أنت اليوم جاية من الجسر الدوار، نعم، مرورا بالكاظمية ما تدخلي على الكاظمية، تطلعين سريع الشعلة. نعم، أما العكس اللي جاي من سريع الشعلة الغزالية سريع الشعلة ما يقدر ينزل لي على الكاظمية، يضطر وين نفس نزلته يصعد باتجاه الدوار. القطع شو وقت رح يبلش من أي يوم؟ إحنا هذه السنة حقيقة أوعد السيد معالي وزير الداخلية المحترم أنه تكون قطوعات الشوارع بأمرة المرور. بأمرة المرور أنه متى ما ارتأت أو
تطلبت الحاجة نعم. إنه أصبحت كثافة الزائرين وكثافة المركبات نقطع في سبيل سلامة الزائر الكريم أكيد. اللي الراجلة طبعا. عندنا إحنا بالنسبة لنا شارع النواب باتجاه ساحة عدن هذا مغلق نتيجة الأعمال نعم. بالتنسيق السيد مدير مرور بغداد اللواء صباح اتصل بالشركة وقابل الشركة حقيقة على عجالة انه طلب منعتهم انه ان شارع النواب اذا يبقى مغلق راح يسبب لنا ارباك بالنسبه نعم. للزائرين وما يقدر يوصل لساحه صنعاء وعدن حتى يصعد. اوكي فالشركه تلبيه لتوجيه السيد لواء صباح امروا انه ان شاء الله قالوا احنا قبل 5 أيام 6 أيام نعطيكم الشارع جاهز ومفتوح من شارع النواب باتجاه عدن ذهاب واياب ان شاء الله. اكيد هاي خطوه يعني جدا عظيمه راح تفيد ايضا الزوار وتحسب الى مديريه يعني حقيقه اني هسه ما اريد ابخس الناس اشياء الرجل اللي هو صباح اتصل حتى بالعتبه الكاظميه واتصل ايضا مدير الشركه وطلب من عنده قال انه هذه المنطقه راح تنشل بالكامل اذا ما ينفتح شارع النواب فيعني حقيقه انه استجابوا وبارك الله بي انا وجه له تحياتي مديري السيد اللواء صباح الضبيعي مدير مرور بغداد المحترم. عندنا الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة إذا وقتك يسمح. نعم أي نعم سيدي. إحنا نريد نوضح كل الأمور, كل الأمور حتى يكون المستمع والزائر واللي عنده نية أنه يزور مدينة الكاظمية المقدسة بالأيام الجاية إن شاء الله يعرف كل التفاصيل ويعرف من يطلع ومن يدخل وشنو الطرق اللي ممكن يسلكها. عندنا من ضمن الخطة اللي تم وضعها من قبل مديرية المرور أولا طريق الزائرين مركبات من تقاطع دمشق ها من أقول مركبات يعني مو راجلة طريق الزائرين مركبات من تقاطع دمشق باتجاه الشالشية مفتوح ويسمح فقط إلى مركبات العتبة الكاظمية المقدسة لها بالمرور يعني اللي يجي زائر مركبته وين ممكن مو بمركبته الزائر هذه فقط أولا العتبة الكاظمية المقدسة وفرت حقيقة أسطول من المركبات بالتعاون مع العتبة الحسينية والعباسية وأيضا مركبات وزارة النقل نعم يعني يجي الزائر وين بالضبط مثلا ممكن انه راح توقف هاي السيارات حتى يقدر انه يستقبلها هذه مرورا توصل من تقاطع دمشق اتجاه الشاتشي مفتوح ويسمح لها مرور بالمركبات. عندنا الطريق الثاني يعني ممكن السيدي من تقاطع دمشق يصعد بهذه المركبات يوصل ويتوصل لعدن وصنعاء لعدن وصنعاء ومن هناك بعد راجله. نعم. عندنا الطريق الثاني اللي هو جامع براثة باتجاه العطيفية جامع براثة باتجاه العطيفية راح يكون سايد واحد فقط للمركبات أما السايد الثاني يكون مغلق نعم للزائرين لأن هذا راح ينفتح المحور بالنسبة للراجل الراجل نعم سيدي هذا السايد واحد راح يكون هو ذهاب وإياب ذهاب وإياب مركبات نعم. عندنا طريق الزائرين من تقاطع الشارقة مرورا بتقاطع المعارض باتجاه مجسر أم الطبول يتم قطع جزء سايد واحد نعم سايد واحد طريق الزائرين من تقاطع المعارض باتجاه تقاطع الحي الصناعي مروراً بشارع 7 نيسان باتجاه تقاطع المصالحة إلى نفق الشرطة باتجاه شارع الربيع تقاطع العدل ساحة صنعاء زائداً عدن زائرين سايد واحد هذا سيدي اللي تقصد به على حي العامل حي منطقة حي العامل نعم نعم الحي الصناعي نعم مروراً بشارع الربيع يعني داخل حي العامل 7 نيسان إلى عدن نعم. العدل صنعاء عدن سايد واحد سايد واحد عندنا من نفق الشرطة باتجاه مجسر حي العامل ذهابا وإيابا وكذلك من الفرات باتجاه نفق الشرطة ذهابا وإيابا وعند الضرورة هذا راح يبقى مفتوح نعم. عند الضرورة يتم غلق يتم غلق بس سايد واحد ينغلق لو سايد سايدين عندنا طريق الزائرين من سيطرة 75 باتجاه تقاطع الدرويش مرورا الى البياع يكون مفتوح للمركبات ذهاب وإياب هذا الشارع ما ينغلق نعم ايضا وفرت مديريه المرور العامه ومديريه مرور بغداد الكرخ جهد بالنسبه للضباط والمنتسبين والاليات لان احنا راح ندخل مرحله الانذار وحقيقة يعني يمكن يسأل السامع أو المشاهد يقول إنذار
لا أنا أقول إحنا عندنا كل سنة، صحيح هو حزن وفاة الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، لكن عندنا فرح من صدقيني 3 أيام أو 4 أيام منا، لكن إحنا فرحانين لما نقدمه من جهد وواجب وخدمة للزائرين وللإمام سلام الله عليه، نحس بنفسنا أنه قدمنا فتشي للمجتمع. صحيح، بارك الله بكم سيدي، إن شاء الله يعني تكون يعني أكيد هي بوادر أنه الخطة حتكون ناجحة إن شاء الله، وتم الزيارة بكل أمن وأمان على كل العراقيين. راح ناخذ فاصل وبعدها ناخذ تقرير ونرجع مع سيادة العميد. الرسوم على جوانب المركبة مخالفة نص عليها قانون المرور رقم 8 سنة 2019، لأنها غدت سلوكا يمارسه الكثيرون للتعبير عما يخرجهم من أفكار ومواقف وانتماءات وغيرها، فيعكسونها بكلمات وعبارات خادشة للحياة والذوق العام. هسه هي مبدئيا مخالفة قانونية واضحة، أما من باب الأخلاق يعني جاي نشوف مرات سيارات عليها عبارات مسيئة، عبارات يعني ما يتقبلها المجتمع، عبارات مسيئة، ممكن تجاوز، ممكن خطأ، ممكن بعض الرسوم اللي نشوفها تشمئز. وطبعا نحيي جهود القوات الأمنية، ومو بس بخصوص هذا الموضوع، وبالأخص الفترة الأخيرة اللي جو بيها العقود، يعني هي والله تحرك كلش لطيف وحلو، يعني بنشوفهم بالشارع ترتاح. طبعا هاي مساعي سيد معالي وزير الداخليه المحترم، كل تحياتنا له، والله يوفقكم ان شاء الله. الله يعزك. الله يعزك. والله انا اشوف شغله مو حضاري، شغله مخربطه يعني غير لائقه، واحد يكتب على السياره وشغلات لافتات، احنا شلنا السياره، واحد كل ما تصير على البلادي احسن. زين، هذا كذوق عام، نعم، شو تاثر على السائق؟ طبعا اظل السائقي مثل انا شفت كتابه راح الطريق ما اشوف بعد، يعني بعد تنتبه على الشغلات الكتابه، اشوف اقراها، لازم اقراها، يصير عندي فضول. نعم، صح لو لا؟ نعم، تو ماكو يعني انتبه على الطريق، يجوز انا سياره قدام تكذب برك ما اشوف وادعمها، سببت لي حالة. نعم والله حاله غير حضاريه. نعم. اول شيء اذا كانت الكتابات يعني موجوده من الخلفه، السائق اللي بعده ينظر لها، يصير حادث، يصير هذا، بالاضافه الى ذلك ما مرغوب بها وممنوعه اصلا، ممنوعه هي. نعم. زين، شو نشوف هسه مفارزنا قاعد تحاسب على هاي المرحله؟ والله بعد احسن، يعني انا ايد على هذا الموضوع انه تحاسب المفارز على هذه، انه تضبط السيارات اللي غير يعني غير لائق بها، اكو كتابات، اكو شعارات موجوده، انا مرات اقرا يعني شعارات غير مقبوله اصلا، ما مقبوله نهائيا. السلام عليكم، شلونك؟ زين، انت مسجل دراجتك؟ زين، سؤال. هاي شنو معناها الصوره؟ من النظر. ها؟ من النظر، من العين. من العين؟ ايه. يعني شنو هاي تطرد العين؟ ان شاء الله. يعني شو شوفها؟ لا هاي؟ لا يومي ما تقول تهتز، يومي عليها عين، يومي عليها حسد. انت تخاف على الزين، هي زرقاء سيارة، هي دراجتك زرقاء، هي من العين تك تك، اي زرقاء ما محمية، ما محمية، تسعة مدعومة، ومخلي هي تصورة. اي والله، ايش تصورها يعني؟ حلوة؟ مو حلوة بس لا تطرد يعني العين، خليها تطرد عين. تدري بيها مخالفة لو ما تدري؟ لا والله ما تدري. هاي مخالفة يحاسب عليها القانون ويغرمها. انت شلون يبيعونها بالمحلات؟ ها، اهل المحلات مو كل شيء موجود بالمحلات هو مسموح. المحلات ما تكاتب يعني غير؟ اي ممنوع، يعني لازم تعرف انت شنو الممنوع وشنو المسموح. فهذه ممنوع، هذه الصوره ممنوع، لانه ما بيها فد معنى وتخدش للذوق العام في الحياه. صح. فد صوره يعني مقززه بصراحه. هاي هسه تفحها والمنتسبين راح يغنون تفحها. بالنسبه للكتابات الموجوده على السياره بيها شقين، الشق الاول انه تاثر على الذوق العام يعني ومظهر غير حضاري، والشق الثاني شق انه يحاسب عليها القانون وقانون المرور النافذ حاليا، وهي يعني بصوره عامه يعني جدا مزعجه للنظر
موجودة عوائل مرات كتابات خادشة للحياة مشاهدها تبقى أبقى انتبه عليها وأعوف السير ومرات حتى تصير حوادث بسببها أي نعم نصيحتك والله نصيحتي يبتعدون عنها وهي مظهر غير حضاري تعرف أنت مقولة يعني ظلت ببالك والله هواي مقولات يعني دائما أشوفها خاصة على سواق التكاتك أو سواق التاكسي يعني مرات حب وغزل وهيج يعني اي نعم شكرا لك اهلا وسهلا اذا دون وجود رادع او اجراءات تمنع مثل هذه الافعال والممارسات تصبح جدران المركبات لوحه عملاقه للملصقات والرسوم وغيرها وذلك حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين من التعرض للحادث المروري جراء انشغاله بقراءه تلك العبارات شكرا للرائد هيمن من ميسان على التقرير المهم حقيقة ونرجع مع سيادة العميد كاظم جواد حلو الخزعلي آمر قاطع الكاظمية سيدي شنو تعليقك على مخالفة ملصقات الزينة والكتابات والرسومات اللي اليوم نشوفها على المركبات والله هي أولا يعني ظاهرة غير حضارية اثنين هاي تأثر على السائق اللي خلف سائق المركبة اللي كاتبها انت يعني حقيقة هذا من دي يقراها احتمال راح تعرض إلى حوادث صحيح وبعدين بها عبارات تخدش الحياة صحيح يعني الذوق العام ونص عليها قانون المرور أنه هذه مخالف صحيح سيد نرجع لخطة زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالنسبة للمواكب شنو راح يكون الإجراء وشون راح تكون الترتيب والتنسيق مع المواكب لي يعني لحمايتهم وأيضا حتى ما يأثرون على الطريق ولا على المشاة وشون راح يكون حقيقة احنا عندنا تنسيق مع السيد علي مسؤول هيئة المواكب داخل العتبة الكاظمية المقدسة واحنا انطينا رأينا بهذا الموضوع وتم الإعاز لهيئة المواكب انه المواكب تنصب على الأرصفة حتى لا تختلط الزائرين ويضيق الشارع بالنسبة للزائرين وان شاء الله اكو تعاون يعني حقيقة هذه سنة عن سنة ولكن هذه السنة الكل اجمع بالنسبة للمواكب وهيئة المواكب والعتبة الكاظمية اجمع انه حتى المواكب انه قالوا يابا انتم المرور حتى تدخلوا بالموضوع بحيث بالتنظيم مالته وان شاء الله هم الناس يعني حقيقه خدام الامام الحسين والامام موسى الكاظم على قدر المسؤوليه نعم وحقيقه احنا لاحظنا بدات تنتشر صرادق العزاء التزمت الناس يعني حقيقه بالتعليمات والمواكب تم نصفها على الارصفه نعم سيدي بالنسبه للمركبات الحمل دائما عندنا مشكلة مع مركبات الحمل بالنسبة لدخولها للعاصمة وبالنسبة لدخولها داخل المناطق وأيضا بالنسبة للحمولة اللي تحملها فخلال خطة الزيارة شنو راح يكون الإجراء بالنسبة للمركبات الحمل احنا بالنسبة ان بالأيام الاحتيادية هي ما تدخل داخل المدينة الكاظمية إلا بعض الموافقات بالنسبة لزيارة الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه ما مسموح فقط للمركبات اللي تحمل المشتقات النفطية للمواكب الغاز والنفط والمواد الغذائية نعم. وتكون هذه المركبات مستصحبة يعني موافقات من العمليات ومن القوى الماسكة لها ويكون دخولها بوقت محدد دخولها بأوقات محددة وعدم بقاها في الشوارع الرئيسية نعم سيدي شكرا لك لتوضيحك للخطة خطة الزيارة وإن شاء الله يا ربي تكون على أتم وجه رح نتكلم عن قاطع الكاظمية وعن أكثر المخالفات اللي تم رصدها ضمن القاطع حقيقة قاطع مرور الكاظمية عندنا هي المخالفات معروفة المواطن يعرفها أصبح المواطن يعرف قانون المرور أكثر من رجال المرور حقيقة احنا عندنا قاطع الكاظمية يخلو من مخالفة العكس السير واعتقد انه هذه وصلت مرحله المدينه المقدسه والمواطن الكريم انه داخل المدينه المقدسه ما عندي رونساي انا هاي صار سنه ما عندي مخالفه عكس السير داخل المدينه المقدسه المخالفه اللي تكثر عندنا حقيقه وهذه لها اسباب عندي مخالفه الوقوف الممنوع تكثر داخل المدينه المقدسه هذه لاسباب نعم قله الجراجات النقل الجماعي
وقلة الجراجات الطوابق ما موجودة. أيضا إذا قسنا حركة الزائرين والوافدين يوميا وفي يوميا الزيارات وأيام السبت والأحد والأربعاء، حقيقة الجراجات الأهلية تقبض، صحيح. وكثرة الزائرين أكثر من استيعاب الجراجات، صحيح. يؤدي أنه المواطن يترك سيارته بالشارع العام، وإحنا هي هاي المخالفة الوحيدة حقيقة داخل المدينة هي اللي تأثر على سير حركة السير والمرور. شنو المقترح حضرتك اللي رفعته أو اللي تريد تقدمه بخصوص هذا الموضوع؟ والله احنا رفعنا بعض المقترحات، من عندها انه انشاء جراجات متعدده الطوابق تكون حكوميه او اهليه ضمن المدينه المقدسه، وايضا انشاء جراجات في مدخل ساحه جده ومدخل ساحه عبد المحسن او ساحه عدن جراجات، وعدم السماح بمرور المركبات الكبيره المنشآت اللي تحمل زائرين نعم داخل المدينه، لانه شوارع المدينه المقدسه هي شوارع قديمه، يعني سعة الشارع هو عندنا شارع واحد اللي هو شارع المحيط، سعة الشارع هو 8 مترات. 8 مترات ما يستوعب هذا الكم الهائل صحيح. من المركبات. سيدي أيضا تشوف أكو تعاون بين سائقي المركبات بين أهالي منطقة الكاظمية مع رجال المرور، أكو فد مثلا من خلال نشر التوعية أو من خلال إنه مثلا دا يتقبلون النصائح، دا يتقبلون إنه الضغط اللي دا يصير على منطقة الكاظمية؟ حقيقة يعني، ولازم يعني تقال إنه أهالي الكاظمية المقدسة وناس على قدر المسؤولية، وإحنا على تواصل ويا الأهالي دا يقدمون ما بوسعهم في سبيل انهم يعتبرون كل زائر جاي للكاظميه هو خطار على بيوتهم. صح. يعني انا صار لي هاي المده اللي ضمن المدينه المقدسه لاحظت انه اهالي المدينه المقدسه بيوتهم مفتوحه، لكنه هي المدينه قديمه، المدينه يراد لها حقيقه مثل ما قلت لك كراجات، يراد لها يعني يراد لها بعض الامور، سعه الشوارع، يراد لها جسر دوار داخل المدينه المقدسه، يراد يعني بعض الامور. اما من ناحيه التعاون مع رجال المرور، يعني قلت لك هو متعاونين الى ابعد الحدود. نعم. سيدي بالنسبة للغرامات وآلية تسديد الغرامات، الكثير من سائقي المركبات ممكن أن يعترضون خاصة على غرامة يعني أنه الممنوع الوقوف مثل ما ذكرت حضرتك، أو أنه علامات دالة ماكو وهذه الأمور. بالنسبة للغرامات شلون آلية التسديد هسه الجديدة، وش قد يعني أكو اعتراضات على الغرامات اللي دا تجي له يعني دا يتقبلها المواطن؟ شوف مقدم سجل، المواطن اصبح على درايه بالمخالفه وعلى علم بها. يعني انا اليوم من اترك سيارتي ايش اتوقع؟ اتوقع راح اتغرم واحتمال ترفع سيارتي بالكريم. وانت اليوم داخل المدينه المقدسه، انا ما اريد اقول يعني تختلف عن باقي بغداد، لكنه لقدسيتها لهذه المدينه هي تختلف. اليوم احنا المدينه المقدسه الالياتنا ودورياتنا وضباطنا احنا نشتغل 3 شفتات ترى بالكاظميه. 3 شفتات داخل المدينة المقدسة. احنا بالنسبة لنا المخالف هو حسب القانون خلال 3 ايام من يتعرض الى غرامة، هي معقوبة، هي مخالفة. مخالفة نعم. مخالفة خلال 3 ايام يدفع نصف المبلغ، بعد 3 ايام يكون المبلغ كامل، 30 يوم تتضاعف المخالفة. صحيح. شكرا لحضرتك سيدي، راح ناخذ فاصل وبعدها تقرير ونرجع وياكم. منذ الصباح الباكر ينتشرون في تقاطعات المحافظة وشوارعها الرئيسية والفرعية، يساهمون في تطبيق القانون في عملية السير. إنهم الدماء الجديدة الشابة التي تم التعاقد معها بصفة عقد على ملاك وزارة الداخلية. خذ المرور اللي موجودين حاليا بالتقاطعات بالشارع حقيقه شكلوا اضافه كلش كبيره للمديريات اللي تقوم المديريات اللي كلش كبيره من السيد معالي وزير كلش كبيره من السيد معالي وزير في المديريات المرور بهكذا اعداد لسد النقص الحاصل حقيقه بالتقاطعات والشوارع الرئيسيه. طبعا اولا نشكر جهودهم وبارك الله بهم على هذا العمل اللي قاموه،
وان شاء الله في ميزان حسناته. شلون شفت ضيافتهم يسوون بالشارع؟ والله العظيم يعني اللي قاعد اشوفه يعني كل امان وبكل صدق انه بارك الله بهم بهذا عملهم بهذا جهدهم. مديريه المرور في بابل قالت ان هكذا عناصر شابه ساهمت بشكل كبير في تقليل العبء على كاهل رجال المرور، واحدثت طفره نوعيه وكميه على المديريه لما يقدموه من جهد كبير في الشارع البابلي. مبادره من المديريه حقيقه، دخلناهم دوره عمليه لمده شهر كامل في التقاطعات حتى يكسبون بعض الخبره اللي تمكنهم من العمل المروري. بالتالي حاليا حقيقه سدينا النقص، وحاليا نعمل بكفاءه اكبر، ونتامل انه يشكلون قاعده اساسيه في العمل المروري بالسنوات القادمه. ندعمهم يعني شباب يعني مقتبل العمر ويؤدون واجبهم بشكل جيد، ويحتاجون انه الناس تحترمهم. مرتبين حقيقه، مرتبين يعني، واجمالا مهذبين اكثرهم اللي شفناهم اللي نلتقي بهم. فنتمنى انه يبقون على هالشهاده والناس تدعمهم وتلتزم بالقواعد المروريه، واذا شافوا فد اخفاق من عندهم بحكم ما خبرتهم قليله ممكن انه الناس اللي عنده خبره ممكن يساعدهم. مواطنون اعربوا عن سعادتهم بتواجد هكذا عناصر شابه في شوارع المحافظه ساهمت بشكل كبير بتقليل الزخم المروري في التقاطعات. من بابل رحيم الدليمي، قناه بابل الفضائيه. شكرا جزيلا سيدي العميد كاظم جواد حلو الخزعلي امر قاطع الكاظميه، رحب بك مره ثانيه وثالثه ونورتنا اليوم. نريد نسالك عن الدماء الجديده اللي ضخت في شوارع بغداد واللي دي نشوفهم اليوم دي واقفين ودي ينظمون حركه السير والمرور، بعدهم شباب اعمارهم صغيره ولكن عندهم همه كبيره جدا. تعليقك على هؤلاء الشباب وشلون تشوف مدى التعاون ما بينهم وبين رجال المرور القدامى وبين سائقي المركبات ومستخدمي الطريق؟ اولا هذه خطوه جباره حقيقه بالنسبه لهذه الاعمار الصغيره، وهم ترى مو صغار يعني 18 و19 و20 نعم. واغلبيتهم خريجين ثالث وعندهم بقسم من عندهم كليات. نعم حقيقه احنا اللي كان عندنا موجود اقل منتسب، اصغر منتسب عمرا هو 45 سنه، اصغر منتسب عندنا عمره 45، اقل خدمه عنده 15 سنه. فهذا بمرور الزمن رجل المرور يتعب من الوقفه ومن تنظيم السير صباحي ومسائي، شمس وحار وبرد. هذه الدماء الجديده حقيقه يعني امتزجت الدماء الجديده مع الخبره. نعم. مع الخبره هذه يعني اذا تلاحظين الشارع بهاي الفتره الاخيره يعني حقيقه الشارع بدا ينتعش. بدا ينتعش شلون؟ انه الرجل الكبير اصبحت عنده همه من جاء منتسب صغير هم يدير باله عليه بالشارع وهم يعلمه فعلا. الشباب وهذا الشاب من شاف الرجل الكبير ده يشتغل وياه قام يشتغل بهمه. أكيد. فالحمد لله والشكر يعني امتزجت هاي الدماء مع الخبره مع هذا الجيل الصاعد حقيقه يعني وخطوه جباره. نعم احنا يعني ايضا نلاحظ ان هم يريدون يتعلمون اكثر ودي يستقبلون اكثر من المواطنين وعندهم طوله بال اكثر، اكيد احنا نتمنى لهم التوفيق. سيدي بالنسبه لي نرجع للمخالفات والغرامات، حجز المركبه شنو هي المخالفات اللي ضمن قانون المرور واللي تخول رجل المرور انه يحجز هذه المركبه؟ احنا عندنا كل المخالفات قابله لحجز المركبه وقابله للغرامه. احنا حجز المركبه هو رادع لبعض سواق المركبات. نعم. اللي نشوفه يتمادل يعني انت اليوم عايش سيارتك بتقاطع وقاطع الشارع، فهذا من اجي انا بالكرة الارفحة راح تنحجز السيارة. نعم. من انت تجي رون سايد او عكس السير وتستهتر بحياة العالم وتستهتر بحياتك، احنا نحافظ عليك قبل انه ليش نتركك انه تسوي حادث او تأذي نفسك او عائلتك. احنا اليوم المخالفة ونفرض عليك المخالفة ونحجز السيارة هو حماية لك قبل أن نحمي الشارع. فعلا الآلية المتبعة اليوم مواطن حجزت مركبته، شنو الإجراء اللي يسويه حتى يسترد مركبته مرة ثانية؟
يجي يدفع غرامته. نعم. نسوي له معامل إطلاق سراح ومو تطول أكثر. نعم. من 10 دقائق مو تطول. نعم. شكرا جزيلا سيدي لوجودك ويانا. راح نستثمر وجودك أيضا بأنه تقدم لنا نصائح لسائقي المركبات، وأيضا كلمة حضرتك توجهها لكل أخواننا في مديرية المرور. أنا أشكرك خصوصا. إحنا بالنسبة لنا نوجه رسالتنا دائما للمواطن الكريم. نعم. نقول له أنه رجل المرور أو هذه الناس اللي وجدت لخدمتك، إحنا مو أعداء لك. إحنا اليوم نريد الشارع يمشي بسلاسة وانتظام، ونحافظ عليك ونحافظ على مركبتك. إحنا اليوم اللي نطلبه من مواطننا الكريم إنه تعاونه مع رجل المرور من خلال التزامك بقانون المرور، لبس الحزام، عدم استخدام الهاتف النقال، عدم ضرب الإشارة الضوئية، عدم التمادي بالاعتداء على رجل المرور في حالة محاسبتك على المخالفة. نعم. ترى أنت ما مسوي جريمة، ترى هي مخالفة وقابلة للإعفاء. نعم. وقابلة أنه تخفيف العبء عليك إذا كانت عندك حالة إنسانية أو كنت مضطر. لا توصل المرحلة إلى طريق مسدود، وإحنا وجدنا لخدمتك. فعلا أكيد إحنا يعني دائما نجدد الدعوة لسائقي المركبات مستخدمي الطريق أنه القانون ما راح يتحقق إذا ما كان هناك تعاون بين الجهات الأمنية وبين المواطن وبين القوى الماسكة للأرض، بين رجال المرور. لازم يكون هناك شراكة بالتعاون. أكيد أيضا كلمة لرجال المرور الأبطال، وكلمة لمنتسبي قاطع مرور الكاظمية وهم مقبلين على يعني خطة أمنية ومقبلين على خدمة مشرفة أكيد بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. إحنا نفس التعليمات ونفس الأوامر ونفس الطلب اللي نطلبه من نفسنا، اللي طلبوه من عندنا أساتذتنا، نطلبه من أخواننا اللي أصغر من عندنا. سعة الصدر. نعم. وتحمل المواطن وعدم التهور وعدم الانجرار إلى الأمور اللي تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. إحنا اليوم المواطن مو عدو يا أخي العزيز الضابط يا منتسب، المواطن مو عدو، المواطن هو أخوك وابنك وابن عمك وصديقك وجارك. اليوم المواطن وإن خالف، ما أعتقد أنه يخالف اللي المخالفة اللي تؤدي إلى أنه كسر عظم. لا، احنا حتى نفرض عليه الغرامة ترى احنا متألمين ونتألم من نفرض مخالفة على المواطن. فعلا احنا نتمنى انه يكون هناك التزام طوعي، ودائما احنا نأكد على هذا الشيء. صح. نتمنى من سائق المركبة انه انت تلتزم طوعيا، تتجنب المخالفة وايضا تتجنب الغرامة، ويعني يصير اكو انسيابية عالية بالطريق. اكيد. صح. سيادة العميد كاظم وجواد حلو الخزعلي امر قاطع الكاظمية، نورتنا وشرفتنا وأسعدنا وجودك، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا، ونشكر وقتك. أكيد أنت مشغول وملتزم بتنفيذ الخطة، ولكن سرقنا وقت من عندك واستضافيناك اليوم. شكرا لك، وشكرا لصوت حماة الوطن، وشكرا للعاملين خلف الكواليس. نعم. رجال الظل الله يبارك فيهم ويحفظهم إن شاء الله، ونرجو أنه كنا خفيف الظل عليك. نورتنا سيدي، شكرا جزيلا. أعزائي مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية صوت حماة الوطن، وصلنا وياكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. نلتقي وياكم بإذن الله الأسبوع المقبل يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا. تحياتي أنا المقدم سجال العبايشي بالإعداد والتقديم، وتحيات المخرج علي عماد وتود، وتحيات الكادر. أكيد نتمنى لكم السلامة، ونتمنى لكم أسبوع خالي من المخالفات وخالي من الحوادث المرورية. مع السلامة.